فكان ممكن أنتجنا رئيس من 11 شهر. ولكن كيف يمكن إنتاج رئيس بمجلس نيابي ما قادر حتى المعارضة فيه تتفق، حتى قوى التغيير فيه يتفقوا، حتى اللي هن حلفاء عم يختلفوا بين بعض، يعني حتى الاختلاف شفناه بين الحلفاء اللي هن التيار الوطني الحر وحزب الله. أي شكل سينتج، أي رئيس سيتم إنتاجه من هذا المجلس النيابي بهذا الاختلاف العمودي بيناتهم؟ اليوم في اختلافات كثيرة بين القوى السياسية بين بعضها، سواء المعارضة أو حتى الموالية، ولكن كل في برنامجين بعضهم، حتى ما نضحك على بعضنا، بالبلد في انقسامين، لأنه طائفة ولأنه حزبة ولا مناطق، هو في من هو مع سلاح حزب الله ومن هو مع منظومة حزب الله ومن ضده، هذا هو الانقسام. هلا التيار الوطني الحر هو جزء من تحالف 8 أدار وتحالف حزب الله، ولكن في إشكال حصل استجاد بالنسبة له أنه على أولوية الترشيح. نعرف أنه ضمن التحالف ذاته كان في صراعات بين الرئيس بري وبين جبران باسيل، صار له 6 سنين بيتهموا فشلوا له عهده، فشلوه إلى آخره، صار في هذا الأمور. اليوم جبران باسيل عم بيجي يقول أنا ما بدي أمشي، أنتوا ما مشيتوا معي وقت اللازم، أنا بدي أروح بخيار تاني، عم يرفعوا شو بيقولوا الصفقة والثمن قدام حزب الله، خايفين من ما يحدث في المنطقة. اليوم المنطقة كمان عم بتروح على تموضع جديد، على تركيب نظام جديد في المنطقة. كمان في بعض القوى ضمن فريق 8 أدار عم تجي تقول طيب إذا كان الميزان رايح باتجاه إيران هي المتقدمة بالشرق الأوسط، اليوم تغيرت المعادلة، المملكة العربية السعودية هي المتقدمة وهي اللي عم تعمل ترتيب جديد للمنطقة، والمنطقة ممكن تكون رايحة باتجاه انفتاح وسلم. طيب نحن إذا بقينا إلى جانب حزب الله، وحزب الله يمكن ما له مصلح بهذا الموضوع، شو راح يكون دورنا بالمرحلة الجاية على مستوى الانفتاح، على مستوى عقوبات، على مستوى علاقتنا مع الدول العربية وغيرها؟ حتى لو كانت العلاقة جيدة بين هذه الدول وإيران، يعني صحيح يحكى عن بعض العراقيل بالعلاقة اليوم بين إيران والمملكة العربية السعودية، ولكن في مكان ما تم افتتاح السفارة. برأيي التحالف أو الطلاق اللي صار بين المملكة العربية السعودية وإيران منه ظرفي وهو ثابت وراسخ وسوف يستمر بالمرحلة الجاية، بغض النظر عن اليوم توترات بنشوفها موجودة. المنطقة، المملكة العربية السعودية في قرار أخذته بهذا الاتجاه، وهذا قرار مبني على معطيات ومبني على خطة، منه مبني بس على هيك ظرف سياسي قطع. إيران بالوقت ذاته على المستوى